ام هاشم. ام هاشم السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته، ازيك يا اهلا دكتورة؟ وسهلا، اتفضلي. حضرتك ليا سؤال بس. نعم. عايزة أعرف دلوقتي والدتي متوفية قبل ستي، قبل وفي ايه؟ ورث، قبل ايه؟ فقالوا لنا مفيش ورث لها طالما هي ميتة قبل والدتي. حبيبتي والدتك توفت قبل ايه؟ أيوه والدتك توفت قبل ايه؟ قبل مامتها. قبل مامتها. انا عايز نعرف لنا ورث ولا لا. انا رحت الخالي قال لي لا ملكوش ورث طالما مامتك ميتة قبل مامتها، ملهاش ورث. يعني دلوقتي جدتك توفت لكن والدتك توفت قبلها، مش كده؟ متوفية قبلها. والدتك توفت قبلها، مش كده برضك؟ فهل لأمك أو ليكي أنت بقى ميراث من جدتك؟ قصدك السؤال كده؟ خليكي معايا أم هاشم، الله يرضى عنك. ايوه اي ايوه يعني دكتور. دلوقتي حضرتك اللي توفت في الأول أمك، وأمك لها أبناء اللي هو أنتي وإخواتك، خلاص؟ توفت قبل مين؟ أيوة. قبل جدتك، مش صح؟ أنا أخواتي. ماشي صح؟ أيوة. يبقى ولاد الأم اللي هم ولاد الأم يعني والدتك، يعني المفروض لهم نصيب من الوصية الورثة، بشرط ان هذا النصيب لا يزيد عن تلت التركه. الوصيه الواجبه دي بنسميها ليه وصيه واجبه؟ لان هي عباره عن فرع من مات في احد ابويه، ولم يكن اللي مات تارك لهم اي شيء من المال. يعني عندي اب، الأب ده اسمه إبراهيم مثلا، وإبراهيم عنده أبناء محمود وأحمد وصالح مثلا، واحد من الأبناء دول مات في حياة أبوه، واللي مات في حياة أبوه ده ليه أولاد، فهل يا ترى أعمامه يحجبوا أولاده اللي هم أولاد الابن اللي مات في حياة أبوه ولا لأ؟ لأ، قالوا ياخد نصيب أبوه، إحنا عندنا ثلاث أبناء، فياخد نصيب أبوه، ولاده ياخدوا نصيب، واخدين بالكم، أبوهم، بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن التلت، ويقسم التلت ده، لأن أي وصية في أي حال لا تزيد عن التلت، ثم يوزع هذا النصيب بين الأولاد بقى، بلاد اللي ماتوا، يوزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب دي ثبتت إمتى؟ ثبتت بقوة القانون. ليه؟ القانون لقى ان لما هندي التلات ابناء اللي عايشين ونحرم اللي مات، هتتركز الثروة في التلاتة ويحرم ابناء اللي مات، وقد يكون اللي مات اشترك في عمل الثروة اللي ابوه مات وسابها، يبقى احنا كده بنكدس المال في ناحية وبنحرم المال من ناحية اخرى. فجاء المسنين للقانون نظروا لقوله تعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. وسميت وصية واجبة لأنها واجبة بقوة القانون.